عسلامة 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 عسلامة. مرحبا بكم، قدموا لي رواحكم. سيري من حمامات. هشام من الجزائر وهران. صفيان من تيارت الجزائر. تحية الأشقاء الجزائريين وتحية التوانسة الكل بالطبيعة. أنتم أصدقاء هكا ولا خاوة خاوة كما خاوة 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 خاوة؟ أنتم جايين ضيف بحذا صديق بحذا عائلة الصديقة؟ يعني جاوا بصفة عامة حمامات، قالوا نخرج نعملوا كافي، نخرجوا دورة لتونس هكا وهكا، شوي منا شوي منا ذيك. هذا دليل على أنه خاوة خاوة بالحق، معناها مش ما كانش زوز أصدقائي، حتى كان معاها عائلته هو. مين اللي هزيتهم؟ مين حوست بيهم؟ والله في حمامات درناها الكل، حمامات جينا لتونس هنا باش نعطوا كيف سهل ربي سيدي بوسعيد، وهنا نعملوا دورة في تونس هكا الموفمون سخانة و سخانة برشا. انتي في سياحة ما تقلقكش السخانة؟ لا شابة برشا، درنا روحنا الحمامات قرطاج لاند لابيسين لابلايا تونس شابة بابور بيرات. اه منتي؟ نو انا في الدار نخرج نعملوا كافي نروح، هما يروحوا لوتين. ما تتحملش السخانة؟ نو سخانة انا طالع جيت على خاطرهم، انا سخانة ما نحملهاش، من الكهرباء ما نهبطش انا. طبعا مش طالع سيدي. كيفاش تعرفت عليهم؟ عرفت عليهم والله بر فيسبوك، لا هو واختي، عندي اختي تعرفوا كل قاعدة في كافي، هو معاه نعش اخته وكل يا اخي. من بعدك انا جيت لاختي نقم قاعدة معاه كل اهلا اهلا اهلا، تعرفنا قعدنا كل كونتاكت معنا كل ان شاء الله معنا كل ما يجيو تنتقابلوا. كان نزيد انا هبطت للدزاير اول مره تتقابلوا 100 فوا، وان شاء الله انا نهبط للدزاير دا ما يفرحوا بينا ان شاء الله. مرحبا بها، مرحبا بك. عاد رايك في تونس؟ انت اول مره تجي ساعه؟ اول مره نجي تونس. باهيه برشا. مشيت كان حمامات؟ واه مشيت الحمامات سوسه. مشيت لسوسه المهم. واه مشيت سوسه. شنو تسمع على تونس الولايات المزيانه اللي في تونس؟ سوسه حمامات جربه بصح مازال ما رحتلهاش. لازمها جايه واحده سبيسيالمون ان شاء الله ان شاء الله. انا مشيت جربه 3 جوغ باهيه، عندك اوتيل جربه بلازا وعندك حميدون حمد سوق فزيد كما هكا فهجه فاما معبيه ياسر، حتى جربه برشا توانسه غادي عبي. شنو اكثر بلاصه عجبتك في تونس؟ شابه 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 ياسر يا واه. وبنات شابين ولا شابين؟ يا شابين شنو رايك؟ قالت لك بناتها باهين ولا شابين؟ باهين باهين في قلوبهم، باهين في طبيعتهم، باهين في تخميمهم الذكاء، باهين في الجراحيه مش باهين في الباغونتيز. للتوضيح للتوضيح ما نشنها. ايوا مرحبا بكم عندنا في الجزائر. احكي شويه على البلايص المزينه في الجزائر اللي الشبيهه ببلايص في تونس، كما قلت لي وهران شبه الحمامات. شبه الحمامات سوسه منطقه سياحيه. شنو الحاجات اللي تميزها؟ كل شيء. كاين البحر، لابيسين، مناطق عموميه، الجاردان، كل شيء. كل شيء باهي فيها. شنو الفرق ما بين تونس العاصمة والحمامات بما أنك أنت كنت في الحمامات؟ الله شوفي شنو تونس العاصمة هي وين خير وين؟ تونس العاصمة باينة. تونس العاصمة فيها كيفاش نقول لك من مخلطة مجلطة الكل، أي بلاصة جو تونس. في حمامات عندك التورستيك نتاع واحد في اوتيل نتاع فامي نتاع كوبل نتاع حاجه، انا اما تونس من كل بلاصه معناها تكون صار تشوفها معبيه. حتى الحمامات نتصور تتعبى في الصيف. تتعبى باللي قلت لك يجي في نهار والا اوتيل معناها ما ولا فامي وعائلات يجي حاوس وكها. باش تتميز الحمامات؟ والله باش تتميز هذيك هي نتاع معناها تورستيك هذيك. شنو الفرق ما بين حمامات في الصيف وحمامات في الشتاء؟ حمامات في الصيف فما امبيونس وفما جو، في الشتاء مقينا. في الشتاء الوتله ما عادش تخدم برشا، فماش بحر، شنو هي معناها ما تخدمش. مقينا في الصيف في الشتاء. شنو الحاجات المختلفة بين العادات نتاع العاصمة والعادات نتاع الحمامات؟ والله تونس كلها عينها هكا معناها فهمتش. فهمت ياسر تلاقوا في بعضها. حمامات كل واحد يحلي روحه ما يكلم حد يربك حد. ممكن الحاجه اللي تختلف انه الحمامات العباد الكل غاديك تعرف بعضها، تونس لا، تونس حد ما يعرف حد راه تونس ياسر. تونس حمامات حومه تجي
معناها مش يعني حاجه بيه كي تكون في الحمامات الناس كل تعرف بعضها. لا لا ماذا بك ما تحرقش روحك العباد تعرفك، انا اصلا اكثر انا نعرف العباد ما تعرفنيش. لا مش بيه واحده تعرف برشا نعبت على روحي روح على روحي ما بركضوا ما دوهم بيه وكها. كيفاش ظهروا لك اصدقائك الجزائريين؟ ناس نظاف ما كان جاي جونتي انا مصلا ما نحكيش معاهم تبعهم شي خفا مش جريف حماميت هكا ستار ما ربي طاح بينا ما خير منا وكا. شنو رايك في صديقتك التونسيه؟ الله يبارك ما شاء الله قلبها ابيض رحبت بينا ما شاء الله ربي يخليها ان شاء الله يطول. وكلتكم الماكله التونسيه؟ واه وكلتنا وكلاو كروج ما وكلاش شي. شنو وكلاو؟ تونسي 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 في الاوتيل ماكله كل تونسي ماك تعرف دونك داروها كل كلاوها مو كراشي هكا هو هاي فرق سنة بينكم. شنو احسن حاجة عجبتك في الماكلة؟ ما نعرفش اسماواتهم ما نعرفش. انت تعرفها؟ كلينا مقلوب ليه ليه كسكسي مقرونة هذا طعام تاعكم ثاني باهي برشا طعام مقلوب ما عندكمش في الجزائر؟ ما عندناش في الجزائر مقلوب لا ملفوف شاباتشي عندنا ملفوف اه شباب شاباتشي فما لا شابة ما يطلع كان تونسي هذاك عامل شاباتشي في الجزائر اه ما يطلع كان تونسي عامل شاباتشي في الجزائر والله ما فهمتها تونسي حل ماكلة تونسية في الجزائر كاين كاين واه كاين 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 أكل تونسي كاين ماكلة حارة أنتم ما تاكلوش؟ ناكلوا ماكلة حارة وأنت عاد ماكلش الحار نبلية راك ناكلش الحار ماكلش الحارة ما محرارة الحارة تحط شوية هريسة ولا؟ نحط شوية هريسة أنا ديجا سبورتيفة فهمت شامبيون تونيزي إيش؟ إي في تيكواندو ما شاء الله شامبيونال في 2007 ما شاء الله من وقتاش تترينا؟ مني عمري حكيت 7 سنين 8 سنين كيفاش وفقت ما بين القراية والسبور؟ والله قراية وسبور وفقتهم عندي وقت قراية عندي كدزوغ هذيك نترينا فيها وكهو سبور مغرومة بالسبور تنجمش تعيش من غير سبور؟ لا ديما اوبليجي واحد يكون سبورتيف اصلا باهي يقول لك الجسم السليم في العقل السليم باش ننصح العبيد اللي قاعدة وما تحبش تترينا؟ ليه العبيد ما تحبش تترينا يلزمك تخرج تمارشي تترينا تاخو وين في فهمت باهي 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 كيفاش مقسمة وقتك؟ مقسمة وقتي ولا انا نقسم وقتي روحي بروحي توا في الصيف تنجم عندك الوقت توا عندي مي في القراية اش تعمل؟ في القراية تروح معناها حكيت ما نعرفش انا 7 6 هذاك هو تعمل ساعة تحس بتعب ولا؟ نحس بتعب اما نحس في السبور اللي نفش فيه كل شيء فهمت نفش فيها غشي نفش فيه كل شيء حزني كل شيء كل واحد في كلمة ختام يعطيني رأيه في تونس تونس باهية برشا كل شيء فيها شباب عباد هذين شابين عباد هذين شابين باهيين عندكم أصحاب ساعة بخلافها؟ كاين عندنا أصحاب خلافها تونس شابة بزاف برشا ومناطق سياحية جميلة بزاف وإن شاء الله نعاود نولو عندها ناس شابين ما شاء الله الله يبارك جاية جاية وين باش تمشي؟ ها؟ مرة جاية وين باش تمشي؟ نعاود نولي هنا جربة إن شاء الله جربة إن شاء الله كان الإنترنت قول لهم تفضلي ليه أما مش قاوني أنا وين ماشي أنت حقا قلت لي قبيلة ماكش باش تقعد؟ ليه معناها إن شاء الله راك في الفيزا على قريب معناها ما عادش برشا وخاز ربي وين؟ ألمانيا ان شاء الله ربي يوفقك ويعطيك الوقت الطيب. ماما مشي لقاوني ما شاء الله انا اول ما نرجع. شكون يجيوك غاد؟ نهبط انا نهبط لتزاين ان شاء الله نهبط علاش لا بوكوا با. ميرسي مرحبا بكم. عايشك.